دي كانت حصلت مع جمهور نادي الحكمه، وحصل مشكله ان انا يعني اتعرضت لواحد من الجمهور نزل على الملعب واعتدى عليا، فطبعا انا ما سكتش والامور كبرت يعني، فاخذوها من ناحيه المنحنى، بس هي مش ما اخذتش منحنى ديني قوي، هي اخذت منحنى انه انت ما ينفعش تتعدى على الجمهور، مع انه هو الجمهور نزل على الملعب وتعدى علينا. فالمهم يعني انه خلصت بصوره ان توقفت جيم ومنعوا الجمهورين ان هم يحضروا المباريات، بس في الاخر رجعت على المباراه النهائيه وقدرنا ان احنا نكسب البطوله في ملعب الحكمه. كانت تقريبا كبطوله الدوري تقريبا لا يقل عن 11 او 12 بطوله، بطوله عربيه اخذتها برضو سنين كتيره يعني اذا حسبت تقريبا 8 مع الفرق اللبنانيه، سواء مع الرياضي او حكمه او نادي الهومتمن. كاس لبنان برضو يعني العدد مش بصراحه مش متذكره. بطوله اسيا حصلت عليها مره واحده، وفي سنين كتيره اتمنعنا منها لانه كنا معترضين على فكره انه جو فوجل كان هيلعب معانا كمجنس، لانه هو كان مجنس بيلعب منتخب لبنان كلبناني، وكان الاتحاد الاسيوي رافض، فاعترضنا سنين كتيره على الموضوع ده وما قدرناش كنا بنشارك. ولما شاركنا ثابت يعني صدفه انه حصل لي اصابه في ماتش قبل كده سيمي فاينل، بس هي 2011 حضرت على بطولة آسيا. بطولة دبي والحريري حصل عليها الحمد لله ألقاب كتيرة جدا، سواء فرق لبنانية أو الاتحاد السكندري. يعني الحمد لله السي في يعني حافل بالإنجازات الحمد لله. مش السنة اللي فاتت، السنة اللي قبليها كان النادي عامل حفلة بيقدم فيها الفريق، ومحتاج جزء من الحفلة دي الراعي بتاعه بيرجع للفريق عشان يساهم شويه في البادجت بتاع الفريق النادي الرياضي. ومن ضمن الافكار اللي اقترحوها ان هم يعرضوا التيشيرت، كنت انا ساعتها هومنتمن وراجع من هومنتمن على فريق الرياضي، فاقترحوا ان هو بما انه انا كاكبر لعيب في الدوري او اقدم لعيب في نادي الرياضي انه يعرضوا التيشيرت، وكانت دي اخر رقم 10 ليا، بعد كده لعبت برقم 1، فاقترحوا ان هم يحطوها في برواز وامضي عليها وتبقى دي اخر تيشيرت رقم 10، ويعرضوها زي ما زاد في الحفله دي، والراعي بتاعها بيرجع اكيد للنادي مش ليا. فدخلوا في مزاد وكده، فوصل انه حد اخذها ب 11000 او 11500.